الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصل الثقيل والمتوسط رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خام البصل الثقيل بمقدار 60 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و28 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصل المتوسط 60 سنتا أيضا ليصل إلى 83 دولارا و13 سنتا. وانخفضت أسعار النفط العالمي مع استيعاب المستثمرين الأنباء التي أفادت بأن البنك المركزي الأمريكي اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 477 ألف دينار، وسعر الشراء 473 ألف دينار. أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 ألف دينار، وعيار 21 بيع 480 ألف دينار، وعيار 18 بيع 410 ألف دينار. تراجعت أسعار النفط الأمريكي في التعاملات المبكرة مع أنباء أفادت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي اختار عدم خفض أسعار الفائدة حتى شهر كانون الأول المقبل، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بظلالها على السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتصل إلى 82 دولارا و46 سنتا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا لتصل إلى 78 دولارا و34 سنتا للبرميل، كما صعد الخامان القياسيان بنحو 0.8% في الجلسة السابقة. ارتفع سهم شركة تسلا للسيارة الكهربائية بنسبة 1.3% محققا أعلى مكاسب يومية له في 3 أسابيع، لتضيف الشركة 21 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بدعم من إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض تعريفات جديدة جمركية على المركبات الكهربائية والصينية المستوردة. وقال الاتحاد الأوروبي إن المركبات الصينية تستفيد من الإعانات الحكومية غير العادلة التي تشوه المنافسة، وإنه سوف يفرض ضريبة بنسبة 38% على السيارات من الشركات التي لم تتعاون مع تحقيقاته، وبنسبة 21% على شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى. تراجعت الأسهم اليابانية بعدما سجلت مكاسب قبيل اجتماع السياسة النقدية لدى المركزي الياباني، وتراجع المؤشر نيكي الياباني بنحو 0.4% ليصل إلى 38720 نقطة، بعدما ارتفع أعلى مستويات 39 ألف نقطة في وقت سابق من التداولات. كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا عند 0.9% عند 2731 نقطة. وصعد سهم شركة أدفانست لصناعة معدات اختبار الرقائق بمقدار 1.5% ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي، مقتفيا أثر المكاسب التي حققها مؤشر أشباه المواصلات الأمريكي الليلة الماضية. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
تحياتي الموجزة إلى اللقاء.